ما بقى والو ويسالي رمضان، او بالاحرى ما بقى والو على ليله القدر. وما ادراك ما ليله القدر؟ ليله القدر خير من الف شهر. هذا الشهر مليء بالفرص، وحتى النيران كتكون مغلقه فيه. وتخيلوا معايا في الاخير غادي يخرج هذا رمضان بلا ما يغفر لينا مولانا، فهذا امر خطير. ما بقى والو ويسالي رمضان، او بالاحرى ما بقى والو على ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. أجي نقربكم من هذه الليلة ونفهموها أكثر بقلوبنا، وسبب إخفاء معرفة هذا النهار بالضبط اللي فيها. حلقة اليوم تيقوني عظيمة وضروري، غادي تزيدكم قرب وإيمانا من مولانا، وهذا الأمر على حسابي. فقبل ما نبداو حلقتنا اليوم، في آخر حلقة سولتكم واحد السؤال. سؤال حلقتنا اليوم: كم كان عدد أبناء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ معظمكم قال لي 7، والإجابة كانت صحيحة، 3 ذكور و4 إناث. وبالنسبة لكل من قال لي بلي أنه ما عرفش الإجابة، فبرافو عليكم على هذا الاعتراف ديالكم. سؤال حلقتنا اليوم: أهل الكهف نعسوا سنوات طويلة، شحال هو عدد السنوات؟ علما بلي انني درت حلقه على قدها على هذه القصه. لنبدا. سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام خرج باش يخبر الناس بليله القدر، فوقف ثم رجع وهو التفت للناس وقال: اما والله اني قد دخلت عليكم لاخبركم عن ليله القدر، اما اني وقد وجدت هذين قد تلاحا، زعما قد تخاصم، فإني نسيتها. بمعنى أن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام جاء باش يقول للأمة ديالو راه موعد ليلة القدر في هذه الليلة الفلانية، ولما تخاصموا رجلين تغير الموضوع. ليلة القدر على قدها أخفيت بسبب مشكلة ما بين اثنين، وأعظم الليالي في هذا الشهر هي الليلة المباركة الأخيرة. داكشي باش سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اعتكف في العشر الأولى من رمضان، ومن بعد نزل عليه جبريل وقال ليه إنها ليس هنا، وكيعني فيها ليلة القدر ما كيناش في العشر الأوائل، وهو يعتكف في العشر الوسطى، وعاود قال ليه جبريل بلي ماشي هنا فين كاينة، وهو يعتكف العشر الأخرى، وهو يقول ليه جبريل بلي مولانا كيأمر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام باش أنه يتحراها في هاد العشر. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام غادي يفتح لنا باب فيه الذنوب تختفر. ليلة واحدة إذا فقتي فيها إيمانا واحتسابا، مولانا كيغفر لك ما تقدم من ذنبك، مولانا تيغفر لك كاع ذنوب ديالك. فراه سهل، ما عليك إلا أنك تختار ليلة من الأيام اللي بقات ودير فيها القيام، حيث هي فرصة باش تجدد حياتك وحتى الروحانية ديالك، لأنك أنت اللي محتاجها. أجي نرجعوا ليلة القدر. مولانا تيقول إنا أنزلناه في ليلة القدر. شنو نزل مولانا في ليلة القدر؟ نزل القرآن. في نظركم واش القرآن هو اللي فضل رمضان بمعنى عطاه قيمة، أو رمضان هو اللي فضل القرآن؟ وبطبيعة الحال القرآن هو اللي عطى لرمضان قيمة، من حيتاش نزل القرآن فيه. واش القرآن الكريم نزل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في ليلة واحدة، ولا نزل طوال الدعوة ديالو اللي هي 23 سنة؟ فعلا القرآن الكريم نزل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في 23 سنة. واخ دابا ممكن تسألوا كيفاش نزل القرآن في ليلة القدر؟ القرآن نزل من السماء السابعة للسماء الدنيا في واحد البيت اللي سميته بيت العزة في الجنة. غادي ينزل القرآن كاملا من السماء السابعة للسماء الأولى، ومن ثم بدا كينزل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام طيلة الدعوة ديالو. كيقول مولانا إنا أنزلناه في ليلة القدر. شنو المعنى ديال القدر؟ فالقدر عندها زوج ديال المعاني. الأولى إذا ذكرت المكانة سمو قدرها لمكانتها، والمعنى الثاني بلأن الله كيقدر فيها مقادير العباد للسنة القادمة. وغادي تجمعوا هاد زوج المعاني في صورة الدخان: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. إنا كنا منزلين، لقال الله تعالى فيها كيفرق كل أمر حكيم في هاد الليلة. في هاد الليلة تقول مولانا وما أدراك ما ليلة القدر، مولانا معظمها اللي احنا ما عارفينش قدر الأجر اللي فيها. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال إن لله كل ليلة عتقاء من النار، الله يجعلنا من هاد العتقاء. ثم قال وإذا جاء آخر
ليلة في رمضان اعتق الله فيها ما لم يعتق في غيرها. قال واحد من الصحابة: أهي ليلة القدر يا رسول الله؟ قال: لا. قال: إذن ما هي؟ قال: إنما يوفى العاملون أجرهم في آخر عمله. هاد الليلة عظيمة، داكشي باش مولانا قال وما أدراك ما ليلة القدر، حيتاش انت ما عارفش القدر ديالها، حيتاش انت وانا ما عارفينش القدر ديالها. من بعد قال: ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني أفضل من ألف شهر واللي هو 84 سنة. يعني السجدة والركعة فيها كأنك سجدتي وركعتي لمولانا 84 سنة، وحتى من الدمعة والخشوع كأنك بكيتي وتخشعتي 84 سنة، وحتى من الصدقة في هذه الليلة أيضا كأنك تصدقتي 84 سنة، وهذا فضل كبير. وراه سهلة، مولانا تيقول ليك إذا صليتيها إيمانا واحتسابا غادي نعطيك قدر نتاع 84 سنة، بحيلة صليتيها وصمتيها وتصدقتي فيها ودرتي فيها كل الخير والطاعات خير من ألف شهر. فشنو وصفها مولانا؟ تنزل الملائكة، وماشي واحد ولكن عدد. تقول العلماء بأن الله يصطفي من السماء خلق ومن الأرض خلق، يصطفي من السماء ملائكة ما كيعرفوش شكون، كاين الملك فلان والملك فلان والملك فلان غادي ينزلوا في ليلة القدر للأرض في هذه السنة الهجرية، ولكن من ينالها في أهل الأرض؟ وهنا مولانا كيبدا كيفرق، فلان وفلان وفلان وفلانة في أبقاع الأرض من المسلمين ينالون قدرها وبركتها، فاللهم اجعلنا منهم. كتنزل الملائكة ومعهم الروح، شكون الروح؟ هو جبريل. فمن نهار مات سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ولا جبريل كينزل كل سنة غير مرة واحدة، واللي هي في ليلة القدر كينزل باش يتفقد القرآن. يقول جابر: سألت النبي عليه الصلاة والسلام لما ينزل جبريل؟ قال: يتفقد القرآن، كيشوف أهل القرآن فين هما وكيشوف صفوف نتاع المساجد. تخيلوا جبريل، تخيلوا جبريل ينزل يقلب علينا وما يلقناش، ما يلقناش من العابدين، من الذاكرين، من الخاشعين، ما يلقناش من القانتين. تخيلوا حاجة واحدة أخرى، تخيلوا هذا رمضان يكون آخر رمضان غادي نعيشوه، كيفاش غادي يكون الصيام ديالنا والقيام ديالنا والشهاد ديالنا؟ كنظن باللي أننا كلنا غادي نجتهدوا ونديروا المستحيل باش أننا نتلقاو مع مولانا في أبهى صورة. يا سادة يا كرام، حنا في أفضل ليالي في السنة كلها واللي القدر ديالها عظيم. لذلك قال الحبيب عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: رأيت رسول الله يصعد على المنبر يتكئ وهز الهم للكلام اللي غادي يقول للأمة ديالو، وقال ثلاثة أشياء. قال: رغم أنفي من ذكرت عنده ولم يصلي علي، ورغم أنفي من أدرك أبويه ولم يدخل الجنة، ورغم أنفي من أدرك رمضان ولم يغفر له. هذا الشهر مليء بالفرص، وحتى النيران كتكون مغلقة فيه، وزيد وزيد وزيد، وتخيلوا معي في الأخير غادي يخرج هذا رمضان بلا ما يغفر لنا مولانا، فهذا أمر خطير. فاللي مازال ما لحقش على انه باش يختم القران او لا مازال حتى ما بداش فيه، فانا عندي لكم بشاره، سجلوا عندكم هذا الجدول وتبعوه بالحرف باش تقدروا تخرجوا او لا نخرجوا مجموعين رابحين في هذا العام باذنه تعالى. فاللهم تقبل صيامنا وقيامنا واجتهادنا وصالح اعمالنا، واعتقنا من النار نحن واهالينا يا مولانا يا كريم. حلقة خفيفة ظريفة للتذكير، نتلقاكم في حلقة مقبلة. سلام سلام.